في المظاهرات والكلام الفاضي بتاعكوا ده. انا اصلا مش فاهم مين مع مين ومين على مين ولا اي حاجه من اللي انت بتقوليها دي. يمكن لو جيت معايا الميدان هتفهم. تعالى معايا بس وانت والله ما هتندم. يا حمد الميدان على اخره وشكله كده هيتنحى النهارده. تعالى معايا تعالى معايا يمكن تعيش معانا فرحه الميدان. والله انتوا بتحلموا. ايوه يا عم بنحلم. ما طبيعي يعني نحلم. انت ما بتحلمش؟ انا ما عنديش غير حلم واحد بحلمه من وانا صغير وبيتكرر معايا كل يوم. طب تعالى يا حبيبي تعالى عيش الحلم بتاعنا وبعدين نبقى نشوف موضوع حلمك ده. تعالى يا بابا. ارفع كل رايات النص ارفع كل رايات النص بكره العصر نروح على النص بكره العصر نروح على النص. سادتي وسادتي نقدم لحضراتكم الان بيانا هاما من رئاسه الجمهوريه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايها المواطنون، في هذه الظروف العصيبه التي تمر بها البلاد، قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية. مش من بدري ليه كنت خليت السلطان يمشيه؟ بتقول ايه مش فاهمه ولا حاجه. بقول مدد يا سلطان مدد يا سلطان حامد مدد يا سلطان. مريم ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ معتصم قال لازم نشارك في الثوره والحمد لله ربنا نصفنا. ومن امتى معتصم ليه في السياسه؟ مش طول عمره بيقول البلد ظلماء؟ طب ما هي كانت فعلا ظلماء. المره دي لما لقى ناس كتير جايه قال لازم نشارك يمكن ينوبنا ثواب. انت ايه اللي جابك هنا؟ لا انا جاي اتفرج. فين معتصم؟ سبته جوه في الميدان. انا لازم امشي بقى عشان العيال سيبهم لوحديهم. هتروحي ازاي طيب؟ في عربيه مخصوص جايبانا هنرجع فيه. وجايين بعربيه مخصوص كمان؟